محمد الخميسي يستنى تليفوناتكم على 31 380 ألف في تغطية خاصة بأحداث غزة. يا فيما على الراديو، اهلا وسهلا ويا مرحبا. سعيد جدا ان نلتقي يوميا في هذا المواد في هذا الموسم الثاني من برنامج الدوامة بلس، العودة على اهم وابرز ما صار في تونس العالم العربي والعالم. في ساعتين من زمان يرافقني فريق نتعرفوا بهاد شوية، نحكيوا على اكثر الاحداث الاثارة للجدل الايامات هذية. بيان بتاريخ 18 اكتوبر، بيان مساندة للشعب الفلسطيني بفتح اللاجئين من غزة، واجب انساني وديني. هذا بيان ألفة الحامدي عن الحزب الجمهورية الثالثة. نحكي أيضا على ظهور محمد صلاح ويكسر حاجز الصمت، لكن هل فعلا كان في مستوى انتظارات جمهوره؟ الأرقام شنو تقول غيره؟ ومحمد رمضان رسالة شديدة اللهجة إلى القادة العرب وإلى الجيش المصري تحديدا. بعد شوي نسمعها نرجع لها بأكثر ديتاي. الفريق نتعرف عليه تتسويت. البداية بحسنين، بما أنه حسنين في آخر الساعة الأولى، جاتك تحية خاصة من السيدة خديجة. خديجة هي مدرسة لغة عربية، 23 عام مدرس العربية من ردس، قالت لي وصل له تحياتي القلبية، قل له أنت رائع وراك فلت. بارك الله فيك وفي الأستاذة خديجة. قلت لي يعني من أصول عراقية، يعني ونحن يعني فما شغاف القلب، شغاف قلوبنا في العراق، لأن العراق مازال أيضا كبير فلسطين. يعني الجانب العروبي عند التوانسة عجيب غريب. أولا نحب نسلم عليك ونسلم عليها ونسلم على يعني معناها الفريق العظيم. أيوة. وخصوصا تعززت اليوم صفوفنا والحمد لله أخيرا. أيوة. يعني بالأستاذ يعني طارق العلامي، نفع الله ببركته. أمين. وماذا أقول لك يا حبيبي؟ نعم تعرف نحن في الأوقات هذه دائما ننتظر يعني غسالة النوادي، ونحن الأيامات يعني قويل الرمان. أيوة. يا أخي الدنيا سخونة، ودائما يعني كالعادة نتوجه بالدعاء لله تعالى. يا إن شاء الله ربي يغيثنا ويرحمنا، يا ربي تنصرنا وتنصر في الفلسطينيين بجاه النبي. أمين يا رب العالمين، وربي يغيثنا كيف قلت بأمتار. بعد ما أعطيت الكلمة التحية الثانية من السيدة خديجة كانت لطارق العلامي، طارق الأستاذ الرئيس طارق العلامي. سعادة جدا أنك موجود معنا، مرحبا طارق. أهلا وسهلا محمد، مرحبا بسيدي حسن، مرحبا بسي خالد تويتي، مرحبا بمين لي برشا الحقيقة ما يريدهاش من أيامات وسنوات حنبال. مرحبا بالناس كل اللي يسمعوا في الراديو FM واللي تبعوا فيكم في التغطية الخاصة الحقيقة اللي متميزة في راديو FM وفي الحقيقة الكلمة قال تونس كانت في مستوى الحدث الإعلامي على أقل على مستوى الإذاعات كانت كلها متماسكة متآزرة وقفة رجل واحد، تغطية تليق بأنه تونس هي فلسطين وفلسطين هي تونس بالقول مش بالفعل، لأنه يعني تسخر ساعات وساعات وساعات صح. وتخسر زيادة تعرف محمد أموال وأموال وأموال، ولكن قضية ما تبيعش وما تشريش وما تقاسش قديش دخلت وشكون المستشهر اللي ورايا وقديش تنجم تكون البيبادية، لأنه المواقف لا تشترى والرجولة يا عندك يا ما عندكش. والله وعيب زيادة بعض المستشهرين، عيب بعض المستشهرين صحيح. يتخلى صحيح. ويغيب صحيح. ويخرج خاطر برمجة خاصة مع فلسطين صحيح. لكن شوف ووسمة عار باش تبقى في جبين كل مسؤول قرر انه يجبد السبونسور متاعه صحيح. لكن شوف ثم حاجة أخرى، آلة التاريخ راهي ما ترحمش صح. والمواقف ما تنجمش تجيب ممحات وتفسخها وتعودها. صحيح التاريخ يكتبه المنتصر، لكن هذاك التاريخ الحربي السياسي، لكن تاريخ المواقف راه يكتب بالمواقف في تاريخها في ساعتها في يومها وفي سنتها. اليوم تونس تنتصر، ونعاود نقولها قول وفعل، لأنه الأقوال سهلة لسان ما فيهوش عظم، لكن الأفعال وقت تخسر أموال وتخسر مستشارين وتوقف إدارات عامة ويخرجوا طلبة وتلامذة بالضبط. ومحاكم توقف سير المرفق القضائي وتنتصب من أجل مساندة القضية قضية مرجعية عشنا عليها وكبرنا عليها. نعتقد أنه البلاد الصغيرة ذي اللي حبوا يعملوا فيها ما يعملوا كل مرة تنتفض وتنتصر، ونعاود نقول قول وفعل. واضح. شكرا لك الأستاذ طارق العلامي. نتعدى للكاتب والروائي وزميل السابق لمحمد صلاح، تبرأت من زميلته على ما يبدو لي خالد علي التويت ما نعرفوش تبريت منه انكرته به. نسلم على المستمعين والمستمعات اليوم بديت بالمستمعين خالد كيف مستمعات وكل مرة بحاجة بشرادي والناس كل حاجة. محمد اليوم فرحان بحضنا طارق العلامي، مش قولك عليش محمد. أيوة. كبديت نكور كي ندخل بحضية غميض بياري كالكبارات يهزولك المورال بالحق محمد. كي دخلت معاكم في البرنامج كي قلت لي سياسة ورافي أبوكا وعمك حسن من غادي بالحق
لقيت طارق معناها اكلي دزني باش نجمت معناها اكلي الحمد لله الحمد لله. والتيتر اللي هزيناه راهو طارق العليمي مساهم الحمد لله جزء كبير منه والفريق الكل طبعا. ومستانس ماجد زاد بحذاك اي نحكي لك خاطر خذوا جايك ماجد باش نحضر لك انت كي بدينا كي بدينا قلبه ما يهوى بالله سامحني كي بدينا كي بدينا سامحني كي بدينا شكون بجنبي طارق العليم سيسا نتك عليه في معلومة ولا حبع ويجا نلقاه برجولي ما لقيتوش في ماجد هذايا ليه من شعارات برك ماجد ديما نوقفه كل فرما عملوا هذاك خالد يعني شعاره في الحياة يحيى من صبح يحيى من صبح اللي قاعد بحبيك هذا صح هذا المعلم واضح. إيمان جلاسي مرحبا مساء النور محمد اللهم إنا نستودعك فلسطين وكل الفلسطينيين أرض فلسطين يا رب تحت رحمتك. سعيدة بمصافحتكم مجددا وبمصافحة طارق العليمي المحامي الفذ والكرونيكور المهم عندي سنوات مريتوش نخرج ورحت برشا اليوم بالحق والله لي خليكم ولا ميسيش يا بخاطرك فوالا خدمتوا مع طارق ولا تقابلوا جوج كنا فرد قناة فرد قناة كانت ايمان في الاخبار وكنت نهار ثلاثة نمشي البرنامج بالمكشوف دونك نشوف في الكواليس نشوفوا بعضنا الحقيقة كالعادة في الكواليس كما نعرف اخر واحد كل عام الله لا تقطع لنا هذا واضح باش ناخذ حوالي الكياس تود شويه من بعد نرجعوا نحكيوا شويه على المواقف الدوليه من المنتظر فتح معبر رفح غدوه ان شاء الله من المنتظر فتحه وتمكين 20 كميونه من دخول المساعدات الانسانيه في المقابل نتنياهو رئيس حكومه الاحتلال يقول لك لا تفاوض بدون استرجاع الرهائن هكا يعتبرها. وايضا نحكيه على بيان الالفه الحمدي الجمهوريه الثالثه دعوه الى او نعطيكم الكلمه بالضبط فتح مخيمات للاجئين الفلسطينيين في تونس بهدف ادماجهم في الاقتصاد والمجتمع التونسي. تم بعد شوي نحكيه ونحلوه نرجعوا تسويه تحويل الكيس مع جهين ورجعين محمد الخماسي يستنى تليفوناتكم على 31 380 ألف في تغطية خاصة بأحداث غزة. يا فهم على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا هذه الدوامة بلوس يحضر بحذايا حسنين حسن بن عثمان إيمان جلاسي طارق العليمي وخالد علي التويتي. قبل ما نبدأ في محاورنا صديقنا وزميلنا هوني في المجموعة من الفريق الموسع والعائلة الموسعة للدوامة بلوس الأستاذ عماد بن حليمة يتفاعل مع الكلام اللي كنا نقوله فيه يقول على خلفية الخسائر التي تكبدتها إذاعة تي اف ام بسبب مواقفها من القضية الفلسطينية اقترح على الأخ حسن بن عثمان التبرع براتبه للإذاعة. كيفاش؟ اقترح عليك تتبرها بشهريتك للإذاعة. تكبدتها ظهر لي كلي الكبدة كما الأخر اللي يحب سي. أولا نحب نسلم على الأستاذ عماد بن حليمة العمد العظيم ونقول له يا أخي أراءك لا مش أراء هم هذه مش أراء هذه شماتة يسيب فعليانا ويريد أن يسخر منا. وهذه الإذاعة يعني إذاعة ابتسامة أفهم وهي تنشر الابتسامة صحيح ولكن يعني موقفها الصميمة والعميقة لا تخلو من شرف ولا زاهة ونضال وهذا يعني شيء جميل ويعرفه العمدة وصحيح أنه يعني ما في مضايقات مش للإفهم هو من باب الفلك أما أنا متبرع بوجودي وحياتي وماذا بيا كي نظلي متبرع بوجودي وحياتي نظلي معانق العمدة أنا وياه نمشيه يعني خطوة بخطوة إلى يعني المحرقة حيث هناك الغزة وأنا مستعد ما هو يعني ما نصوروش هو ستانس بالتراوة أصبح طري جدا أيوة فقط أنا مش نشوفه معاه في انتظار الواد فينونس 24 مش نشوف كم فما إمكانية الراتب في عوض الإذاعة يتسب عندي أنا ديريكت أستاذ طارق العليمي سينو خلينا نبدأ في الإجراءات هو كان أنا مش غلطي بالي هذاك هو الإجراء اللي صاير معاش كان غبت أنا صار تصويب الإجراء سيباريتهم لي ملتيبل كونت ديزون واضح طارق العليمي رجعت وتهمه الوحيد اللي نجم يحسرك غادي البدايه هات نحكيو على البيان بيان الشعب المساند للشعب الفلسطيني هكا العنوان للجمهوريه الثالثه الفا الحمدي الفريق قدامكم نص البيان أهم ما جاء فيه على إثر الكارثة الإنسانية التي تتال شعبنا في فلسطين وباعتبار المؤشرات الخطيرة التي تنبأ بتواصل الحرب لأجل غير معلوم وتوسع الصراع ليشمل عديد الأطراف المتداخلة يدعو حزب الجمهورية الثالثة رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد إلى اتخاذ القرارات التالية مجموعة من القرارات تقريبا الأربعة أو خمسة قرارات تقريبا كان مش أكثر الأهم وأبرزها القرار الأولاني فتح باب اللجوء السياسي الغير مشروط في تونس فلسطينيين بغزة وطلب استعداد الدولة التونسية والشعب التونسي لاستقبال مليون فلسطيني في تونس واحد اثنين
أهم فيه الكفالة والتبني لسماح لكل التونسيين والتونسيات بإيواء وكفالة الأطفال الفلسطينيين اليتامى في أقرب الأجيال. وتعرب رئيسة الحزب عن استعدادها وشروعها في إجراءات لإيواء وكفالة طفلة فلسطينية يتيمة، ولنا الثقة بأن التونسيين سيقومون بمثل ذلك وأكثر. ثلاثة، فتح مخيمات للاجئين الفلسطينيين في تونس بهدف إدماجهم في الاقتصاد والمجتمع التونسي. أربعة، توفير التحفيزات المالية والجبائية للتونسيين في مجال الصحة النفسية ومجال الصحة في القطاع. خامسا، مراجعة الإطار التشريعي لقوانين العمل التونسي للسماح لكل المؤسسات التونسية بسهولة تشغيل كل اللاجئين في تونس، إلى آخره عديد النقاط الأخرى. نبدأ معكم في القراءة. تفضلي ماني. ألفة الحامدي تطالب قيس سعيد باستقبال مليون لاجئ فلسطيني، وبرشا نقاط باش نرجع لهم شوي بشوية. أنا عندي سؤال، هل هي قلة خبرة منها أو قلة ذكاء أم دهاء؟ هذوما ثلاثة أسئلة. معني كاين قلة خبرة وهي مرشحة روحها لرئاسة الجمهورية وتحب تكون رئيسة في المستقبل، فهذه مصيبة. كاين قلة ذكاء كيف كيف مصيبة، لأنه باش تكون أنت رئيس حزب ومحنك سياسيا يلزمك تكون ذكي برشا. وإذا كان دهي وإلا مكلفة هي بمهمة وإلا مساج توصل فيه إنها تطرح نفسها كبديل دونك هو في غاية الخطورة المساج هذا بالنسبة لنا أحنا، ومساج مفرح بالنسبة لأمريكا وإسرائيل. الكفالة والتبني معني نقولها مدام هو حتى الكوب اللي نجموا يعيشوا صغيرات اللي عندهم، باش كل كوب في تونس يمشي يتبنى طفل ولا طفلة مع حبنا الشديد لأطفال غزة، ولكن نحكيو حاجات على أرض الواقع. في الأخر حكيت حتى على الأقليات، معنى احنا راو اخواتنا اليهود والتوينسا ويرفعوا علم تونس موجود في البطاقة التعريف متاعنا، هذوكم متاحهم، هذوكم اخواتنا من قديم الزمان مش من توا، ما عنيش مشكل متاع ديانات بالنسبة لنا احنا في تونس. اقترحت برشا حاجات عولت على الشعب التونسي في انه يمشي معها في الحاجات اللي الحزب الجمهورية الثالثة يقرهم. هذا هو تقريبا اللي نحب نعلق عليه. واضح. خالد محمد، فما عبيت متكلموا الكلام سهل، فاقد الشيء لا يعطيه. خاطر نحن دولة متاعنا ما نجموش نستقبلوا مليون محمد، خاطر في تونس شاك تشوف انت السكر بالصف، الحاجات بالصف، وقت اللي عبد يزم يقول كلمة يزم يعرف ايش يقول. دونك اليوم اخوتنا الفلسطينيين ونقبلوهم، فما نومبر نجموا نقبلوه، ما نجموش مليون محمد. هو فكرة التهجير في حد ذاتها نحن رافضينها كباقي الدول. أي أنا نتعدى معك حسنين، قراءتك عندك البيان، شفتك من قبيلة يعني تعمل له في تفكيك كما هو الحال للأستاذ طارق العليمي. أيوة جيت نعمل له في تفكيك ما لقيت فيه ما يتفك. كالبنيان المرسوس ولا كالبنيان ولا مفكك؟ مش المرسوس، كان البنيان بصراحة. هذه الأستاذة ناس، أنا الشبيبة أي كل الشبيبة في كل مجال أنا يعني نحبه ونحترمه ومذبية معه، لأنه هو المستقبل بيه؟ لأنه شبيبه. وهذه الألفة الأستاذة ألفة هي مرة كويسة يعني حلوة ويعني ويبدو أنه يعني دماغها باهي، ولكن تهبط بيان من هذا القبيل نقول أنا هذه بلها يعني أم ماذا؟ 180 درجة تتقلب صورة من اللي كان دماغها باهي يعني، لأنه أولا ساعة مش بيان هذا، هي قالت بيان مش بيان هذا دعوة أو تنجم تقول رسالة مفتوحة للرئيس قيس سعيد تقول له أعمل كذا وكذا. شو تقول له هي؟ تقول له الفلسطينيين اللي حبوا يهجروهم من غزة، تقول نحن العركة شنية في العالم هي هذه التهجير يعني إسرائيل دخلت على على غزة تحب تطرد ما فيها من فلسطين، تحب إسرائيل تستولي على الأرض وتبيد الشعب الفلسطيني نهائيا. وهذه معناها هذه تلقى الرسالة هذه اللي طالب يعني بإسكان الغزاويين في تونس. الغزاويين يعني في تونس تحب تلقى يعني تلقى حلول لإسرائيل يعني يخدم مصلحة إسرائيل. يا ما تو بربي هذه نحب نمشي معها أكتت ما لا تجرب لإسرائيل ما لا باللغة هذه تفضل يعني يعني كذا وكذا في عود النقب وكذا تنجم تعمل هك. يعني أنا بالنسبة لي يعني إذا أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع. أو نتكلم في الرئيس قيس سعيد بأي صفة، هي بصفتها هذه رئيس حزب الجمهورية الثالثة دي كانت ثالثة حبي ولو شركة نحن فلسطين بصراحة ممكن تكون جمهورية ثالثة. أنا محتج على التسمة في ذلك تلاح الجمهورية الأولى ما زلنا ما منهاش ما زلنا لم نستكمل عناصر جمهوريتنا الأولى ولا تيقن أنه عندنا استقلال وعندنا أمور وبعد نفكروا في الثانية أو الثالثة أو الرابعة.
بالنسبة لي هذا الشيء ذي يقول فيه يعني توا شوف اللي قلت لك العركة في العالم الغزوين ونحب يهجروه جيران الغزوين شكون؟ ما هو الأردن أردن مصر ومصر هذا وسوريا سوريا مسكينة لا من المعنيين أساسا بالتهجير هم الأردن ومصر على كل حال هم هذكم بلاد التوق بلدان التوق هذا هم اللي حبي يمشيوا المشكلة في هالبلدان هذية تو مثلا مصر مصر بلاد عظيمة وفيها أرض عظيمة وواسعة وشاسعة وفيها 105 مليون ساكن وعندها تستضيف على أراضيها والإسرائيليين إيش قالوا؟ قالوا هاي مصر صدرها واسع يعني ما دام تستضيف عراقيين وتستضيف سوريين من المهاجرين وتستضيف السودانيين هي ما تكمل تستضيف شوية غزاويين كالبزقة هذه ما يعني إسرائيليين ودز عندكم أرضكم كبيرة وهذا دائما شعار إسرائيل الأحمق قلت لك الفلسطين وهذا علاش تغير نوعي في السلاح هذا بكري الإسرائيليين يقولوا الفلسطين عرب والعرب عندهم برشا عرش برشا عرش وفما أرض يعني فيها شوية سكان يسكنوهم عندهم فهمتني معناه ينحوهم من أرضهم يقتلعوهم من أرضهم أنا بالنسبة لي هذا حل لفلسطين ولا حل لإسرائيل للبين هذا أنا بالنسبة لي في كل الأحوال لحل للفلسطينيين للإسرائيليين هذا شيء أحمق هذه حماقة تعبر عن نفسها بزعمة يعني تحت شعارات سياسية شعارات سياسية وثم يا أخي ما تحط هذه إن شاء الله تحطها في مش في بيبان تحطها كي حب تعمل الانتخابات الرئاسية 2024 مشروع قديم السيدة هذه تدعو الشعب التونسي ينتخبها ويجيبوا الفلسطين ويجيب حتى مش الفلسطين السنين جيب اللي تحب ما كانت في امريكا هذه وين كانت في امريكا جيب لنا تكساس يسكنوا هنا معانا فتح باب اللجوء الغير مشروط الكفاله يا ودي هذا تخلوه يتهزل ونفضان يعني لا تعرف لا من راس ولا من ساس وكلام مش مسؤول تعرف هذايا معنى واحد يحل فمه يطلع الكلام وبارك الله في ايمان اللي قالته على الموضوع هذه انا معه واضح ترقل على يمي قراءتك ونظرتك باهي سيدي شوف خلينا نفصلوا البيان هذا لانه مهم الحقيقة في تفاصيله على مستوى الشكل وعلى مستوى الأصل مع كل تقدير كما قال سي حسن ألفة الحامدي شابة تونسية من بنات الحوض المنجمي تلوج على موقع سياسي في البلاد لها الحق في ذلك ومن نجم حتى واحد يقول لها لا لكن فاش نجم نقول لها لا في كيفاش تلوج على هذا الموقع السياسي أول حاجة من باب النصح كل بيان أراه كما قال سي حسن في شكل وفي أصل نبدأ وهل أنه العنونة تتناسب مع البيان ولا ما تنجمش تجي عندك عنونة في زوز أسرة متاع بيان العنونة تكون مقتضبة وفيها الكلمات المفاتيح باش أنا تجلبني ونمشي نقل كان وقفنا بيان مساندة للشعب الفلسطيني يتخلي عام غادي. وشامل ويخليني نبحث في تفاصيله لكن أنك تعمل لي عنونة بسطرين أو سيحسن بحذينا ما ثماش عنونة متاع بيان بسطرين وثلاث ولينا في فقر هذا على مستوى الشكل بربي خلنا نقرأ العنوان تفضل بيان مساندة الشعب الفلسطيني بفتح تونس للاجئين من غزة واجب إنساني ودين وديني جيبوا لنا في القرآن يقولنا يعني غزة كذا أنا دين متاحة ولا مفتي هذه هزها لك أخونا خميس الماجري بلاي خليه يفحصها بجاه ربي هزها هزها للشيوخة هزها للشيوخة هذه حلوة لازمها رقية ها لازمها رقية لا لا ما نعرفش الشيوخة يشخصها ويعرفوا شو يلزمها بيه خلي كمل قلت لك البيان على مستوى الشكل العنوان لازمها تكون مقتضبة وشاملة وعامة باش تستجلب القارئ باش انه يقراها لانه البيان منطق. هو ماهوش بيان للمثقفين هو للعموم مش للسياسيين للعموم هو مش لرئيس الدولة ولا لرئيس الوزراء هو لعموم الناس باش نفهم التوجه الحزبي نتاع الناس هذوما خاطر حسن عمل كلان دوي باهية قال راهو الناس الكل تخمم على الانتخابات الرئاسية 2024 باهي اثنين سي محمد كيف على مستوى الشكل البيان راهو المقدمة التمهيدية تحط فيها المعطيات اللي حاجتك فيها الكل ما تنجم تعمل مقدمة وتعطي خمسة نقاط ومن بعد ترجع للاستدراك في عملية هاول نعم ولكن بيانات تقدم لي ما تريد تعطيني نقاطك المقتضبة وتختم بالقفلة اللي باش تجلب كتاب البيان اللي يعرفوا يكتبوا البيانات يفتتح بمقولة تجلب الأذهان وينتهي بمقولة تسلب العقول قوة البيان وين تبدأ أول وآخر كلمات المفاتيح اللي باش تجلبك في البيان السياسي ما ثماش كلمات أنه الحق في أرض فلسطينية نحن توانسة بدماء فلسطينيين دماء الفلسطينية تجري فينا ثم كتاب المقال وكتاب البيان وكتاب القصة وكتاب التقرير ثم قلم مش أي فكرة نجم نحطها في بيان هذا على مستوى الشكل سي محمد على مستوى الاصل في سفيسه نعطيك ال الموجود فما اختاء لغويه طبعا الغير
فماش حاجة في اللغة العربية الغير مشروط، غير المشروط، غير المشروط. إيه الغير تعود على المشروط مش الغير. يعني فما ناس يلبزوا في اللغة وبدز حزب قالك حزب، حزب ما عندوش مدقق لغوي، حزب ما يعرفش يكتب باللغة العربية. الجمهورية الثالثة. والجمهورية الثالثة. باه إي كمل. على مستوى الأصل خلينا نبداو بالمنطق، نحن نساندوا في قضية مرجعية بالنسبة لنا الكل نعتقد. ما هيش كارثة إنسانية اللي صارت في غزة، مش زلزال ضرب غزة، مش فيضانات، مش سد راهو كما صار في درنا قتل العباد، لا راهو ثم مجزرة بإرادة محتل، جريمة حرب. يتسمي الأسامي كما هي، يتقول دولة الاحتلال، ما تحبش تسميها كما تقول دولة أمريكا يا ولدي، يتقول راهي مجزرة إرادية، يتقول راهو الدول ماهيش موجودة، يتقول راهو ثم إرادة أمريكية وأوروبية باش أنه يتابعوا هذه الجريمة. هي ما نقولوش كارثة إنسانية، كما قلت لك زلزال، فيضانات، أمطار، كارثة ربانية جاءت حلب بالعباد نجمو نحكيو، أما أنك تقول لي على أثر كارثة إنسانية من الأول أنا نقول شنو التوجه اللي تحب تمشي لي فيه. معناها هوني بدينا نفهموا شنو خلفية البيان. الأصل نتاع النقاط الخمسة والماهيات نتاعهم والاستخلاصات نحب نلخصوا في حاجة برك اللي هو الصفحة الثانية. الفقرة الثالثة، وإذ نؤكد على دعمنا للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وضرورة إقامة دولة في دولة فلسطين كحل الأزمة. الإذ الشرطية ما تنجمش تكون مع فلسطين، وما تنجمش تكون في صيغة إذ نؤكد، في صيغة الاستدراك الشرطي مستحيل، لازم في صيغة المبدأ. أنا أساند فلسطين دون لكن، أنا أعتبر أنه ما يحصل في غزة مجزرة دون لكن، جريمة حرب دون لكن، ما ثماش ما نلعبوش في الحكاية هذوما. إنه تونس تفتح بابها كعهدها فلتكن تونس أرض الله الواسعة لكل المستضعفين، رأي تونس استقبلت اللاجئين على مر السنوات وقسمنا السكر والماء والتريسيتي والأرض والحر في والجو قريب. وقسمنا الدماء مع الفلسطينيين بالضبط. مش اليوم باش نجيو نتفكروا خيالنا، لأنه نحن قلنا راهو تونس فلسطين فلسطين تونس قول وفعل. أنا كنت أتمنى إنه يكون البلاغ مباشر وواضح في دعم القضية، مش في أن نخرج القضية، لأنه عملية الاستضافة تبدو في ظاهرها استضافة ولكن هي تشجيع على التهجير متاع الفلسطينيين اللي قالك راني أنا تولدت لهنا وباش نموت لهنا وباش نحيا لهنا وباش نتفن لهنا لأنه هذيك أرضي. لأنه اليوم المشروع الإسرائيلي في 2023 أو المشروع متاع دولة الاحتلال خلينا نسميوها كما هي هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، هذا هو المشروع متاعها. أنا ما نقولش راهو استضافة، نقول هذا تهجير، وتونس لا ترضى بأن تهجر أبنائها لأنه تعتبر أنه أرض فلسطين هي كامل فلسطين المحتلة مش قطاع غزة فلسطين كل فلسطين وخلاف ذلك. حسن أن تطلب الكلام هذا أنت قلت لي فككش النص هاي التقرفية وتسطل وكذا، أنا قلت لك ما نجمش نفكه لأنه يا أخي ما يتفككش لأنه مفكك. يعني مفكك على روايحته يعني بول ولاته وكل مطيش ثم الجملة الأول فك ولا اللي وقف عندها علش ما حبيش نوقف يعني ما كثيرا أمام المكتوب هذا اللي أمامي لأنه غريب. السطر الأول يقول على أثر الكارثة الإنسانية التي تطال تعرفش معناها تطال معناها هي قزمة الكارثة الإنسانية ونحن والشعب الفلسطيني طويل باش عملاق في الطول هذه تطال الجملة الأولى غلطة يعني مش غلطة ركاكة في التعبير في ناس ما عارفش تستعمل اللغة العربية ولكن فشلت في بيانها والفلحام دي مش فشلت عيب عليها يقول محمود درويش بتصرح يقول هو في كل حزب حاون ومغتصب، الحاوي هو اللي الحنوشي في كل حزب حاون ومغتصب يدعو لأندلس إن حوصرت حلب ويواصل هو فقالت يعني شنو هذا معناه يعني توا نحن حايرين غادي تجي تعمل لنا قضيه هذه باسم يعني هذيك الانستغرام وزات هذه تعمل كيما السرق مزيه تعمل في الإثارة في بلا الشو في بلا السياسة شو عارف واضح السياسة ما هيش مجرد شو. خالد ما حللتش اللغوين ما فقتش بالأخطاء ولا ظاهري حالي الكلمة قليلة ما حللتش خطر هم في العربية قوين برشا. أنا الحاجة اللي نعرفها في حياتي كيفاش تحب تجيب ضيف لازم تكون عندك المزازي. عندك القدرة وناس بكري يقول لك ما تخرج الصدقة كما تززي ماليه دونك مش ضد فلسطينيين حتى النومبر اللي عطاته غالط يا محمد برشا مليون باهي فقط انت عندك دار والله يحبولك الخير ربي وفقك طبعا لان نحن نحلو في البيان وليس في شخصيتها سيدة تستحق كانت بحذية هوني ونحييوها نحن قاعدين نحلو في البيان قلنا بالعكس كشخص نشجعه الشاب او الشابة التونسية ليطمح الى انه يكون موجود في دكة السياسة وين اكثر
اكثر واحد قلت لك مع التشبيه بدكه السياسه وقت اللي عم حسن قال لي ليش معناها التشبيه بدكه السياسه محمد فقط خلينا نقعد في التهجير حسنين. حمزه يوسف رئيس وزراء اسكتلندا يدعو بريطانيا الى استقبال اللاجئين الفلسطينيين الغزاويين، معناها وكاني مسار 48 في اتجاه عكسي. صحيح محمد سمحني لاني الحقيقه اول مره نتكلم بعد الاحداث بعد 14 يوم من الحزن والحزن اللي ولا بالابتسامه متاع انك فرحان انه مازال ثم مقاومه في البلاد، وللاسف كي نكتبوها على ريزو سوسيو نكتبوها مقطعه باش ما يحجبلكش الصفحه متاعك، ولكن هو حق انساني وتاريخي وفلسطيني واسلامي وحق المقاومه. مش يحبوا يعملوا هم اليوم؟ يحبوا يفصلوا الحقوق بعد ما استوطنوا وجثموا على العباد وفكوا الحق متاع الناس في أرضها وفكولة مفتاح ديارها وفكولة هويتها. راهو كي نحكيه على غزة راهو 1500 قبل الميلاد غزة أسست، راهو بلدية غزة جيت نعمل في بحث سيدي حسن نلقاها في 1893 هناك بلدية بالمعنى الإداري القانوني في غزة 1800 موجودة. باش تفهم التاريخ وروح التاريخ. شي يحبوا يعملوا هما اليوم كيما مشاو في 48 و67 في التكالب باش انهم يفكوا ارض ماهيش ارضهم. اليوم شنو الحل؟ نقسموا اولا الفلسطينيين والغزاويين. شوف لعبة في الالفاظ اللي زاد الاعلام العربي قاعد يشتر فيها، فلسطين كله فلسطين والله. الضفة او غزة او اهل المهجر او كل فلسطين هو فلسطيني. انت تقسيمك ليه راك قاعد تساعد في آلة الاحتلال في التقسيم بالضبط. واكثر من هكا شي يحب يعمل؟ ونختم لك بين أهل غزة وبين المقاومة أي. فلسطين كلها مقاومة داخل فلسطين وخارج فلسطين. هذاك علاش اليوم الناس مكبشة بيديها وسقيها في أرضها. شفت التليفون اللي خرج التسريب وقت يقول له باش نقصف منزلك يقول له اقصف اعمل اللي تحب أنا قاعد لهنا أنا وأهلي وناسي وداري. يقول له تحب تقتل؟ شوف كيفاش نلعبوا على الألفاظ. تحب تقتل الأبناء الصغار؟ يقول له الأبناء الصغار يحبوا يعيشوا على أرضهم ويدفنوا على أرضهم. باش تفهم أنه اليوم ثم الرغبة في التلاعب بالألفاظ والحقيقة كأنه تونس والله قفصة راي بلاسة وبنزرت بلاسة وتونس بلاسة كلها تونس كل كما فلسطين كلها فلسطين. فقط هذا يا حمزة يوسف اللي نحكي عليه هو رئيس وزراء اسكتلندا من أصول كينية باكستانية، الوالدة كينية والوالد باكستاني. حسنين طلبت الكلمة؟ لا مش كلمة، البارح كلمة عند الأستاذ نور الدين الطبوبي عجبت أي؟ يحكي على إسرائيل. إش قال؟ ما سمهاش وش قال في بلاص إسرائيل؟ قال هذيك اللي ما تسمش. أيوة. احنا ماك تعرف عنا حيرة في الخطاب نتاعنا. مرة نقولوا الكيان الصهيوني دولة الاحتلال، نسمها احتلال نسمها دولة يهودية. والله المقترح متاع سي نور الدين طبوب هذيك اللي ما تسمش، يعني اسم جديد لازم نسموا الخطاب. وفعلت هذيك اللي ما تسمش، هذيك اللي ما تسمش دخلت وقلت لنا 20 واحد الله يهلك هذيك اللي ما تسمش. واضح. نتعديو نحكيو شوية على محمد صلاح تعطينا الأرقام. إيمان محمد صلاح كان الظهور البارح أخيرا في انستغرام بعد ردود فعل ونقد كبير قبل الظهور، لكن ما قلش الكم من النقد بعد الظهور. نسمع شوية شنو قال محمد صلاح، نحاول نعطيكم الترجمة. إيمان عندها ترجمة، يلا ناخذ محمد صلاح. It's not always easy to speak in time like this. There has been too much violence and too much heartbreaking brutality. The escalations in the recent weeks is unbearable to witness. All lives are sacred and must be protected. The massacres need to stop. Families are being torn apart. What's clear now is that humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately. The people there are in terrible conditions. هذا البعض من اللي تقال قبل ما ناخذ الترجمه من عندي. مين هو الانجليزي سي محمد صلاح؟ يعيش توا مده في ليفربول وكل الانجليزي نتاعو كيما كل البوبليسيتي ميلودي اول ذا تايم هذيك، حسيته معناه مش صلاح اللي يتكلم باللغه. زعما هو بالحق هذا محمد صلاح؟ يلا اعطينا الترجمه شو هو محمد صلاح. احسن يوه برشا الناس اللي تحبوا الناس اللي ما تحبوش باش يعطي رايه وباش يقول حاجه، واحنا نعيشوا على ايقاع القضيه الفلسطينيه. يقول ليس من السهل ابدا الادلاء بتصريحات في هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها، يجب أن تتوقف المجازر في العائلات تتقطع أوصارها، يجب تقديم الدعم الإنساني لغزة فورا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية،
شاهدنا مشاهد مروعه في المستشفى. يحتاج سكان غزه الى الغذاء والماء والدواء فورا، واناشد جميع قاده العالم للتكاتف معا لمنع وقوع مزيد من المذابح للابرياء، والانسانيه يجب ان تسود. واضح. خالد مقنع كلام محمد صلاح؟ لا مش مقنع. انا نهار الاول ما قلتلكش محمد شبيه صباح حريق داخل محمد صلاح، على خاطر من المفروض اول جوار لازم يتكلم محمد صلاح. بوينت فيو ماتريال عنده برشا فلوس، ربي يزيدو وربي يتمم عليه. الحاجه الثانيه انتو شابل في ليفربول، يعني ريت العيدوني بتاعنا نحن ولا يبدك لي جوار يلعب في جمعيه ومش بس محمد صلاح يربح في ليفربول. دونك باش تخرج تتكلم من شكون خايف؟ وما فماش علاش باش يخاف يا محمد. دونك انت كان شفت محمد صلاح في رمضان يحكي عليه اورغون كلوب، خليه وقت يمشي يصلي محمد، عملي له وقته في اللونترينمون في كل شيء، في الصيام يخليه ويسيم. اليوم كي ما تتكلمش على فلسطين برجولية بالنسبة لي أنا كارثة. كارثة. الأرقام كبيرة برشا إيمان، عنا الأرقام 621 فما بين الجيم والمتابعين ساعة ثانية 151 مليون مشاهدة على منصة إكس اللي هو تويتر القديم، وعلى إنستغرام قداش عنا إيمان؟ فما 621 وفما 458. دونك خاطر يعني في الأوقات اختلفت. من فما زيد دي كومنتير نحب نقول لكم التوينسا اش قالوا والمسار واش قال. باهي يعطينا نبداو بالتوينسا. التوينسا قالوا كلام محايد ما فيهش راي. قالوا برشا كتبوا يا ريتو مخرج عن صمتو. برشا قالوا تقولي ملوا عليه، نحسوا تحت التهديد وتتكلم بعد 10 ايام صح انه كما قال سي خالد المسار. يقولوا تفاجأت انه ما حكيش بالعبري. وكتبوا زيدا عندما يبدع الذكاء الاصطناعي فما ناس شكت حتى اللي هو محمد صلاح الحقيقي. محمد صلاح اصلا كتبوا اخيرا كتبوا هكا مسامحينك، وفما شكون يحبوا قال الحمد لله ما خيبت الظن فيك. واضح. 151 مليون مشاهد على منصه اكس تويتر سابقا، 41 مليون فاصل 5 مشاهده على انستغرام، مع زياده عدد المتابعين ما يقارب 600,000 متابع. اللي كانوا تنحاهم الكونت نتاعو تنحى مليون رجعوا 600,000. طارق العليمي ظهور باهت ولا ظهور موزون اللازم في اللازم؟ ما ينجمش يكون ثم ظهور موزون. جوابا على سؤالك، في قضية عادلة، قضية العادلة لا تفترض أنك تكون صاحب الجميع، ولا يفترض أنك تكون مع الإنسانية، ولا يفترض أنك تكون مع العائلات. ثم كلمات وقت تكون في البلاغات المكتوبة أو المسموعة أو المقروءة تفهم منها أنه أنا راني مع الناس كل مع حسن ومع خالد ومع اللي موجودين كل هنا، ولا أريد لا أن أعادي ولا أن أجامل، بل بالعكس أريد أني أنا قلت لي أخرج تكلم هاني خرجت تكلم. كما جملة جميع الأرواح مقدسة. ثم حاجات هذه الناس طلبت منك. محمد صلاح لاعب عربي أكثر من هكا لاعب مصري، ثم دلالات للجنسية المصرية لأنها من البلدان التي واجهت العدو بالضبط. في حروب مسلحة مباشرة في 3 مرات. في 48 كان موجود الجيش المصري موجود غادي، في 67 كانت المواجهة المباشرة، ثم في 73 كانت مواجهة العبور، إلى حين 79 إبرام اتفاقية السلام. ويذكر سي حسن وقت الجامعة العربية انتقلت من مصر إلى تونس في 1980. يعني أنت عندك مرجعية هي مرجعية الدم تحب ولا تكره. هناك عائلات قتلت وين أنت موجود، وهناك أرض انتهكت، وهناك سيناء الكبرى اللي قاعدة 6 سنين تحت الاحتلال صح. وهناك تبعات ذلك حتى بعد اتفاقية السلام اللي دخلت مصر بعضها ناس راهي هزت السلاح. بعد تجي تقول له راه العدو اللي كنت أنت قايم على فلسفة اللقاءات الثلاثة اللي خلقهم عبد الناصر، جي عام 80 وعام 85 وعام 90 تقول له إجا صيف بحذايا وقعد، راه حتى العقلية المصرية ما قبلتش الحكاية هذه. يعني أنت عندك وقع العروبة ووقع الإسلام، لأنه هو قدم روحه على أنه أبو مكة وحامل المصحف وكان يهبط من الطيارة بالمصحف ويدخل الاستاد بالمصحف ويخرج من الاستاد بالمصحف، وقدم روحه على أنه هو منقذ العرب والمسلمين بالضبط. والصورة الرائعة جدا من بعد فسخها وعمل على ذلك باش أنه يقول أنا محمد صلاح للكل للجميع. كان سكت خير، كان سكت خير، كان ما تكلمش خير. كي تشوف رونالدو محمد صلاح تحس هذاك مسلم والاخر ماهوش مسلم. فخر العرب مازال بالنسبه لي انا فخر العرب. رونالدو باش يرجع فخر العرب، رونالدو باش يرجع فخر العرب. العرب عفوا. الراي مو هسه حسنين بعد شويه مع ردود الفعل اللي صارت عليه حفيظه الدراجي مثلا، وباش نسمعوا تصريحوني مع زميلنا امين جلنزا في تدوينه. يقول حفيظه الدراجي ليته باقيا صامتا على ان يقول ليس من السهل الادلاء بتصريحات في مثل هذه الاوقات العصيبه، ويقول لا
يمكن تحمل وتيرة العنف المتساعدة دون أن يبدي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ويدين العدوان. الحياة مواقف يا محمد، وموقفك تأخر كثيرا ولم يكن في مستوى عظمة مصر وشعب مصر للأسف. هذا حفيظ الدراجي، بعد شوية نرجع له بالديتاي حول كيس تدسويت مع جهين ورجعين. محمد الخميسي يستنى تليفوناتكم على 31 380 ألف في تغطية خاصة بأحداث غزة. يا فيما على راديو، مرحبا بكم جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم هذه ساعتنا الأولى من الدوامة بلوس بحضور الأستاذ طارق العليمي، رئيس التحرير السابق السيد حسن بن عثمان، الصحفية إيمان جلاسي، الكاتب والروائي، والذي تبرأ اليوم من زميلته بمحمد صلاح. ما عادش مثلك يا خال. ماشي مثلني بالحق محمد، ثم تلقى جوار ليفربول تونس كل تولي تحب على خاطر محمد صلاح. يعني تشوف انت تونس الكامله. كان جيت مناجيرو خالد، شو تقول مناجيرو مناجير صلاح؟ النجم مش نحكم انت والكونتراش عندي فيه. ايوه محمد. حتى انت حتى المواقف هاي طلعت تسوى كونتراتوير. بربي من بعد الجامعه العربيه 79 79 اي مش 80 قلت. اي قلت انتقالها لتونس عام 80 هي 79 صح. نحن كنا نحكي على محمد صلاح انا صلاح، كنا نحكي على صلاح. تحكي الكومنت حتى قالته حكومه معلومه الضفه الغربيه انت معلومه قلت لي نقولها سيدي اخويا خير من اللي نقولها انا معنا فوالا هذا في المباشر. شنت علينا وين المباشر؟ نحن نخدموا احنا من المباشر والله. قدر والتفه سبحان الله الحمد لله. قدروا علينا قدروا فقط. خلنا نكملوا الحديث على محمد صلاح. ردود الفعل، من بين ردود الفعل كان حفيظ الدراجي المعلق الجزائري في قناه بين سبورت. كنت قرين التدوين سمعته، لكن حفيظ الدراجي تدخل مع زميلنا امين جلانزا هوني في اي اف ام. نسمعوا شنو قال ثم ناخذ رايك حسنين وراي الفريق. كان تحت الضغط، فكان من الافضل ان يكمل صمته اذا كان تحت الضغط. هل خف الضغط؟ فهو كتب نصف تغريدة أو صرح بنصف ما هو منتظر منه، وشفنا ب 30 ثانية 14 مليون في ساعة حوالي 40 مليون متابعة. هذا دليل على أنه تأثيره كان يمكن أن يكون كبيرا لو نطق به في اليوم الأول أو الثاني أو حتى الثالث. تأخره خلى الناس تعتقد وتتصور وتحلل وتتوقع. أعتقد بأنه جاء متأخر، وعندما جاء في مضمونه أعتقد أيضا يساوي بين هذا وذاك، ويتحدث عن الضحايا، لم يذكر فلسطين، لم يذكر معاناة الشعب الفلسطيني، ولم يتضامن ولم يتعاطف. أنا بحثت في كلامه فلم أجد كلمة تعاطف وتضامن. هو تعاطف مع القتلى ومع بالنسبة إليه ومع الضحايا. وقال في بداية كلامه، قال بأنه تعرفون بأنه من الصعب على الإنسان أن يتكلم في هذه الأثناء. لا، بل من السهل على الإنسان أن يتكلم في هذه الأثناء. ليس من الصعب يا محمد على الإنسان أن يتكلم في هذه الأثناء، ومع ذلك نقدرك ونحترمك ونحبك ونعتبرك واحد من أفضل لاعبي العالم وأفضل لاعبي العرب اللي مروا. هذا جانب آخر، ولكن احنا كنا ممكن لأن توقعاتنا أو سقف توقعاتنا كالعالي، لذلك كانت خيبتنا شوية كبيرة. أكيد كان مرتبك، وأكيد اختار الكلمات أو اختاروا له الكلمات التي يقولها، والدليل أنه لم يتعاطف ولم يتضامن مع الشعب الفلسطيني أنه الإنجليز نقلوا هذه التصريحات بإيجابية. يعني تعرف الإنجليز ما وقفهم مع إسرائيل، فلم ينتقدوه ولم يحملوا أي مسؤولية، بل بالعكس رحبوا بتصريحهم. معناه لما الإنجليز والأمريكان يرحبوا بتصريحاتك فهذا يعني بأنها لم تكن في صالح فلسطين. هذا تدخل حفيظ الدراجي مع صديقنا من جلنزا بالضربة القاضية الفنية كأنه جاوب محمد صلاح. أيوه حسنين، ضربة قاضية. قالوا الإنجليز ودعمهم لإسرائيل وسعادة بتدوينه. أنا بعت فيه هذا المعلق الجزائري، قالك ننتظروا فيه يعني شو يقولين لنا الحرب في على الميدان، والأخر ينتظر في صلاح باش يقول له صلاح شنو اللغة هذه ما نفهمهاش. أنا حفيظ الدراجي طلع دراجي وأنا صلاح وأنا رويق هذا اللي تحكوا فيه فخر العرب زي. ثم بربي هذا صلاح ما نسمع ما نعرفوش، ما تعرف جاهل في الأم حشاكي. أما سمعت به هكا صداه يعني يبدو أنه طيب يعطيونا تصوير. لا أريت أما يبدو أنه عنده سوابق يعني
بكري في الملاعب وأنه سوابق يعني في النضال أو في الجهاد إذا شئت. كيفاش؟ يعني عنده مواقف إسلامية يعني قبل صح. ذلك وكذا هكا ولا لم يعلن لكن يتظاهر أكثر ظهر لا 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 عمل سجدة الشكر يعني رجل هذا السيد ملي حقيقي ماشي ملي ويعرف الكلام حمتوح من زايد وشكون الكلام السهل والكلام الصعب الكلام الحقيقي اللي راو الكلام صعب ينجم يقتل مولاه شيء سهل سهل خلطر ثرثرة سيب معناها سألني بربي على ذكر الكلام السهل أنا قبل كان جاي ونسمع فيه طرق ذياب في الإعلام تاعنا حكا ولا شي طرق ذياب يعني لوم زاد هو قال لك يعني يا ريت ما تكلمش صلاح 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 لا نقول صلاح أبو فضل شو اسمه محمد صلاح هذا قال لك يا ريت ما تكلمش وبالله طرق ذياب هذاك نتاع وزير الرياضه والعصالي من عصاش به هو ما قالناش موقفه من الموضوع هذا برب رسوم مش زعما دولي وارجنتين وكذا وينو هو اعلن موقفه هو شنو معنى على مواقع التواصل ماشي قال بالله قال حمشي يدخل يحل فلسطين يبدا فلوس خارجيه لفلسطين ايش قال شو موقفه ترى اي مع القضيه في شيء مع القضيه كلنا مع القضيه حتى هذا محمد صلاح مع القضيه ولا بالنسبه لي التزم التمس لي اخيك عذرا انا بالنسبه لي هذا قصوا مدول بين نتاعو مع القضيه شنو خرجوا من الدين الاسلام هاو خفيف الدراجي قال له كان قاعد ساكت خير تي على الدراجي او يدرج عليه يعني انا ما نحبش زايد لا على الدراجي لا على صاحب الموتور هذا الدراجي وكان هو عمل لنا كرهبه ايش يولي يجري في الطرقات السياره اي فما اجماع انه محمد صلاح قال نصف مكان منتظر اش معناها احنا في فتره حساسه وفي حاجه لكل الاسماء اللي عندها شعبيه كبيره في الوطن العربي مهما كانت ممثلين مغنين راقصات كورجية مؤثرين معناها على الانستغرام لأنه راهو ضغط الشارع والأصوات هذه اللي عندها أصداء عربية راهو فما يعني ملايين متابعين عنا وينجموا نوصلوا بهم الضغط هذي راهو فما نتيجة بعد عليه عالميا معناها وحتى على العدو دونك الناس كانت تستنى باش محمد صلاح يقول جملة مفيدة كاملة اللي تنجم تعمل ضغط لانه اللي قالوا كان تقلبوا معني تقول انت ولا هبطوا اسرائيلي تمشي هبطوا مصري تمشي هبطوا فهم يعني عرفت كله يمشي يمشي سبور ويمشي بوزي أيوة. كده أيوة. كده نافع وكده نافع كما سوري طرق اي فلا تمشي بوزي زيدوها كرافات تتعدى الامور من رجلك باهي طرق العليمي طلبت الكلمه على محمد صلاح واني معك هو شوف الاشكال في محمد صلاح ولا غير محمد صلاح انك هو المنفذ كينو الاعلاء تمارس فيه سيدي حسن تقول هو ينجم يقول الكلام في عقر داري ما هو خرج رئيس الحكومه الانجليزي وقال ادعم الكيان وانا معاه هذا هو ابو مكه الذي سيرد الكفه لانه راه فيه نفسي غير القادره انها باش تتكلم مثل ما فعل باسم يوسف مثلا انه يتكلم بلسانه الشكل ديما مهم 30 ثانيه هل انه القضيه الفلسطينيه وما حدث في غزة وقصف المستشفى قبل بنهارين و500 قتيل وأكثر من 75% صح. من النساء والأطفال والرضع يستاهل أنه تجازيه ب30 ثانية راهو باساج محمد صلاح لم يتجاوز الثلاثين ثانية وفيك في 30 ثانية في 30 ثانية بوكر فيس العشرين ثانية الأولانية دون ذكر على شكون يحكي كما كان يحكي إيمان ما تعرفوش مع شكون ينجم غدوة بعد 200 سنة تصير مشكلة نخرجوه نقاوة صالح لكل زمان ومكان ونخدمك وسامحني الشكل علاش هذا السويد ما ثم حتى إشارة إلى أنك داعم حتى للإنسانية ما ثماش ثم في أمهات القضايا ما ثماش خيار وما ثماش الإنسانية أنا كنت نتمنى نعود أقول لك أنه ما يتكلمش تعرف صلاح قداش ياخذ في العام كل 11.6 مليون يورو أيوة. 970 ألف يورو شهريا 31 عام أيوة. في خرق العادة طبعا كروين بعد ساعة كروين يحكي لك خالد حبيت أقول لك تهو نهار كل يصلي وشاهد قرآن حبيت أقول له الساكت هنا الحق شيطان أخص بالضبط باهي فقط أنا نوصل لكم تحية العائلة مرة أخرى الموسعة للدوامة الأستاذ محمد الحبيب الجربي يسلم عليكم الكل وتحية خاصة لطارق العليم في المقابل حالة غضب واحتقان كبيرة عند الأستاذ ماجد البرهومي ويهدد حتى يقول لك تحياتي لطروق الغالي زميلي
خويا وخلود قل له يا نكار العشرة حسني قل له الليلة هاني ماشي النسمة مش نتذكر الزمن الجميل وقت كنت تعبر ذكر واحد ذكر واحد قل له أنا يعني القروي وما تابع وتلك الرواح يعني اكتفيت منها والحمد لله نتقابله في ساعتنا سلام المجهول نتقابله في ساعتنا الثانية نحكيه على الجديد في ما يعرف بحادثة المستشفى في غزة خليكم معنا رجعين محمد الخميسي يستنى تليفوناتكم على 31 380 ألف في تغطية خاصة بأحداث غزة